سي كريم القرقري، صباح مبارك سعيد. مرحبا بك. كيف حالك وكيف هي رسوماتك؟ الرسومات كما ترى لأنها تعبر عن أشياء كثيرة. هناك هذه اللوحة هذه تعبر على بأن الهجرة السرية، هذه تتعبر على الفولكلور المغربي، وأن كاين بعض الرسوم كأن كاين هنا كاين الأخضر والأحمر كأن تتبين على الراية المغربية. وكاين عندنا هذه اللوحة، هذه اللوحة كأنها في أنا تعجبني كأنني أعمله في البحر، تعجبني الماء الأزرق والرمال الشاحبة، وهذه كأن نموذج من السوق المغربي. أما بالنسبة بعد اللوحات هناك، أنا بالنسبة لهذه اللوحة هذه كأنني تعبر هذه اللوحة خاصة اللوحة هذه حتى هذه خاصة بك؟ نعم، هذا اسمي على المدرج على اللوحة، هو المدرج. هذه اللوحة ديال الفولكلور المغربي، وعندك هذه اللوحة تعبر على هل هناك إقبال كمبيعات؟ لا، لأن ما كاينش إقبال، لأن ما تنعرضوش كأن كنا رسامين، حنا رسامين عصاميين، حنا ما عندناش الحظ باش نعرضوا حنا بعد اللوحات ديالنا في المعارض، لأن كما تشوف بعد اللوحات هنا كلهم الأجانب. هل رسوماتكم يتم تسويقها؟ أنا تسوقها على حسب الأصدقاء ديالي اللي كاين في فرنسا، كاين في ألمانيا، كاين في بلجيكا، لأنني أنا كنت ديت شي لوحات في ألمانيا وبلجيكا ولكن ما عرضتهمش، أنني كعطيتهم كهدية من بعد الناس اللي كانوا دايزين يترسموا في حد إطار البروباغاندا وتشير القضية هنا كأن في مدينة عسيرة، أن تقولوا أنها مدينة ثقافة فإنها غير مدينة ثقافية، ليست بمدينة ثقافية، لأنك كالثقافة ثقافة يمكن عن كل فنانين كأنهم عصاميين ولا فنانين أن يعتنى بهم لأن هذه تكون فطرة. نعم، حنا لنا تعبير في اللوحات ديالنا يمكننا نعبروا ويمكننا نشوف كما نعبروا على هذه اللوحة هذه. غير نرجع لعندك غير هنا هذه اللوحة هذه كتتعبر كأن هاد النساء عازبات، هاد النساء عازبات لهم الحظ في هاد اللوحة هذه، وأن هنا كاين بعد لأن هذه كلوحة تنعبر عليها على الناس المعاقين والناس ما كاينش، وهاد النساء بحال تشوف الذي لا يعتنى به، لا يعتنى به إطلاقا. كيف حال ذوي الشأن العام؟ نعلم أن مدينتكم يسيرها وزير خارجية سابق، هل هناك عناية؟ ليس هناك عناية إطلاقا. أرى زرت المدينة وهناك هي لا شيء يعني بالنسبة لي نحن ليست لها لا بنية تحتية ولا شيء، لأن بالنسبة لنا احنا كفنانين تنشوف رأسنا بأن نفاد بالماكينة شي حاجة ثقافية ولا باش بعدا تكون باش نعبروا على الشعر ديال أننا كنا فنانين وكنا نعرضوا المعارض ديالنا ولا تحدثت قلت لي بأن هناك معاقة لها رسوماتها، أين رسومات تلك المعاقة رغم أنها لا توجد أنها معرضة هنا خارج الساحة، قرب الساحة تعرض المعرض معرضتها. شكرا سي القرقوري.